رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكل سنة وانتم طيبين تاني. والله يا جماعة الكلام الحلو ياريت نكتره كده ونقوله لبعض بشكل كبير، زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل على انه هنتكلم عن فضل الأعياد. ليه ربنا حطلنا أصلا عيد من الأساس؟ يعني تفاصيل كتير محتاجين نعرف عنها، نعرف أبعاد كمان، نعرف فضل العيد، نعرف نتصرف إزاي في العيد بطريقة سليمة، إزاي نفرح بشكل ما. كل ده هيكون معانا بتفاصيل أكتر وبمعلومات أكتر مع الداعية تامر مطر. منورنا جدا. ربنا يخليك عمو. أصلاً أنت طيب. أنت بالصحة والسلامة. نورنا يا أستاذ تامر. مشاهدين كلهم بالصحة والسلامة وكل عام وأنتم بخير. كلم بقى، ليه العيد أصلاً من الأول؟ يعني كنا ينفع نعيش من غير أعياد كده مثلا؟ أو بمعنى يعني تاني، يعني ليه ربنا شرع الأعياد؟ طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم طيب قبل ما نتكلم عن التشريع نفسه، خلينا نقول إن دي فطرة إنسانية، إن الناس بتحب تتجمع وتفرح والفرحة بتاعتها تبقى جماعية. المصريين القدماء كان عندهم يوم الزينة، وده اللي ذكر في القرآن الكريم. ولما سيدنا موسى دخل على فرعون وقال له طيب فاجعل بيننا وبينك ايه موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينه. يوم الزينه ده بيقال ان هو كان يوم شم النسيم. تمام، ده يوم عيد عند المصريين القدماء. المصريين كانوا بيتجمعوا فيه وليهم طقوس معينه في هذا اليوم، ويوم بيفرحوا بيه. المشركين حتى من العرب قبل الاسلام كان عندهم اعياد وكانوا بيجتمعوا فيها ويفرحوا ويلهوا ويلعبوا مش عارف ايه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الى المدينه وجد الانصار ليهم يومين، اليومين دول بيجتمعوا ويلعبوا ويتبسطوا والدنيا تبقى كلها فرحه وبهجه وسرور ومش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذان اليومان؟ قالوا عيدان يا رسول الله، يوم بعث ويوم اخر. قال قد ابدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. دول يومين هيبقوا العيدين بتوع المسلمين. اذا فدي فطره بشريه من الاساس مرتبطه بان الناس بتحب تفرح، الناس بتحب دايما تميل الى البهجه والسرور، ما بتحبش الكآبه. كان في والاسلام من سيدنا المسيح برضو بالعيد، تكون لنا عيدا لأولنا، قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. دي المرة الوحيدة التي ذكر فيها كلمة عيد في القرآن الكريم، طالما يعني بالشيء بالشيء يذكر. بالشيء بالشيء يذكر. هنا عايزين نقول إن الأديان بتكون ماشية مع الفطرة الإنسانية، مش أجنست، لا مش العكس، يعني مش العكس، مش ضد فطرتك الإنسانية، بس هي بترشد وبتظبط إيقاعك في الحياة. لأن الدين الإسلامي دين مرتبط بالحياة، دين منهج للحياة، مش عايز يعزلك عن الدنيا أبدا مهما كانت الحدود اللي أنت ممكن تتخيلها في تصورك للحياة. الإسلام معك فيه من أول ما تصحى من النوم لحد آخر حاجة، ممكن لحد ما تطلع للقمر. لو فكرت في اليوم ده هتسافر تروح القمر، هيقول لك أنا معاك هتعمل كذا 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 كذا، وهبقى مرتبط برضو بالإيمان والكلام ده. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط أيام الفرح بدل ما تبقى عادة جاهلية تبقى عبادة إسلامية، فقال أبدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. دول العيدين بتوعنا. فده أساس التشريع، العيد في الإسلام. حلو قوي. طيب يمكن العيد مرتبط مع الناس بأنه صلاة العيد الصبح وبعد كده التزاور، الخروجات، السفر. هل للعيد فروض أو شعائر دينية معينة غير صلاة العيد اللي احنا متعودين عليها أو الزكاة أو طيب الحاجات؟ خلينا نقول إن العيد من أساسه عبادة. يعني يوم العيد يوم عبادة. تعالي نبص عليه كده، العيدين مرتبطين بإيه؟ عيد الفطر مرتبط بنهاية شهر الصيام، وربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين ايه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، تكمل شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب ده يوم العيد يوم الفطر، ده يوم مرتبط بنهاية شهر رمضان، انك اكملت العدة، فبنعمل فيه ايه؟ يسبقه مباشرة صدقة الفطر، زكاة الفطر اللي بنطلعها كل سنة. دي موعد خروجها باتفاق العلماء في الأساس ليلة العيد حتى صلاة العيد.
اختلف العلماء بقى بعد كده وقال لك تطلع في العشرة الأواخر، تطلع في الشهر كله، تطلع من بداية الشهر، على اختلاف في آراء العلماء، لكن كلهم متفقين على إن الأساس إنها تخرج في ليلة الفطر. حلوة. الاستثناءات بعد كده للمصالح والمقاصد المطلوب منها واختلاف الأحوال والأزمان. إذن فإحنا قبل ليلة العيد، حضرتك بتسألي لي إيه الطقوس قبل يعني ليلة العيد بتبدأ بعبادة، والعبادة فيها إيه؟ العبادة هنا المقصد منها هو إدخال السرور على الناس، وإنه هذا اليوم يجب أن يكون يوم فرحة، ما ينفعش إن إحنا يبقى فيه قلب فيه مكسور. فطلع صدقة فطر، إديها للفقير، إديها للمسكين، علشان ما يبقاش عند ناس فرحانة وعندها انبساط وسرور وعايشة حياتها، وناس تانية قلبها مكسور وحزينة، لا حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون، ما عندهمش حاجة يصرفوها ولا يأكلوا ولا يشربوا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة تخرج في هذه الليلة حتى ندخل ونغني بها الفقراء عن الحاجة في هذا اليوم، عشان يبقى كل فرحان بينبسط يوم العيد. بالضبط. عشان كده بقى رجع العلماء فكروا في فكرة إغناء الفقير في العشرة الأواخر، إنه حاجاتهم اختلفت عن حاجات المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بقى عايزين يشتروا لبس، عايزين يعملوا حاجات مش عارف ايه، وتطلع بقى حبوب ولا تطلع مال، وبدا هنا بقى اختلافات الفقهاء على حسب ربنا، لا على حسب الله. المقصد او على حسب الحاجه. يعني الناس بتسال هم ليه الفقهاء اختلفوا، عشان هي اتقالت في مناسبه وبعد كده بقى في احتياجات زايده، فهل ينفع تغطي الاحتياجات دي ولا لا؟ اذا نرجع للاساس بتاعنا، إن ليلة العيد هي ليلة عبادة. حلو. تمام؟ وبتبدأ بعبادة، وده يخلينا نفكر إنه أنت لسه طالع من تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدين ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن الصوم شهر رمضان يبدأ ما بين التقوى وما بين الشكر عيد الفطر. تمام؟ ما بين التقوى وما بين الشكر عيد الفطر. يبقى الإنسان عايش في النص، في عيد الفطر ده بيشكر ربنا على اللي فات. طيب، وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر، هنا أفطر يعني إيه؟ يوم العيد، دي فرحة عيد الفطر. وإذا لقي ربنا يروح هناك بقى فرحة كبيرة، ربنا غفر له بقى وصيامه كله عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يبقى بنبدأ ليلة الفطر أو ليلة العيد بعبادة، وبعدين نهار العيد، أول نهار العيد بيبدأ بعبادة، بيبدأ بصلاة، صلاة العيد. ده كله بيفكرك دايما إن كل أحداثك وحركاتك في الحياة تبقى مربوطة بربنا. وتفرح تفرح، مين قالك إن إحنا نكديين ولا بنحب النكد؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح واتبسط واملأ قلبك سرور، أنت أولى بالفرح من أي حد. ليه؟ لأنك اشتغلت 30 يوم على أنك تنظف قلبك، اشتغلت 30 يوم على أنك تزكي نفسك، اشتغلت 30 يوم على أنك تحس بالفقير والمسكين، اشتغلت 30 يوم في حالة من الملائكية، فتيجي دلوقتي تفرح اتبسط. انت بقى زعلان علشان مش هتعرف السنة دي تتنطط، و يعني الظروف اللي احنا فيها شقين، خلينا بس نكون صراحة، عندنا اللهو المباح والناس الخروجات اللي مع اصحابهم وبيروحوا المصايف او بيروحوا على البحر. لا ما هو خلاص بقى يا عمرو، هيبقى ان شاء الله مباح بس انا فرحان فيها. ليه يعني؟ كلها علينا. يعني الحاجات اللي هي المباحه والحاجات العاديه، الفرحه المباحه والتزور مع العائلات والكلام ده كله، احنا زعلانين ده مش هيبقى موجود السنه دي بالصوره القديمه. اللي زعلان اكتر بقى الجماعه الصهيره اللي كانوا بيطلعوا بقى الحفلات وبيعيشوا حياتهم بالليل، صبيان وبنات، شربات، حاجات تانية فيها آيات برضو. الحاجات دي، ده الحاجات المحرمة، ده لازم دلوقتي ياخد عظة وعبرة ويتعظ
ان ربنا سبحانه وتعالى ادالك فرصة انك تعيش بالطريقة الطبيعية، وان فكرة الفرحة هي برمجة عصبية لغوية في دماغك، ان انت رابط فرحتك بالحاجة الحرام، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر يسلبها منك في اي وقت، خد بالك. حلو. وقادر يسلب منك القوة، مش بقى الحاجة الحرام بس يمنعك عنها، ده قادر يسلب منك القوة او الادوات اللي ممكن تخليك تعمل كده. النهاردة الموضوع على الكل، على الحلال وعلى الحرام، على الحلو وعلى الوحش، بس خلي بالك بعد كده ممكن تبقى على الوحش بس. فلازم تبقى فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل، وان ربنا حليم، ولكن لا تتجاوز حدودك مع ربنا، وما تنساش ان يوم العيد ده يوم عبادة، فلا تحوله الى معصية. يوم العيد يوم عبادة، فما ينفعش نحوله الى معصية. طيب الناس بقى اللي كان عندهم اللهو، مش الفرحة يعني، الفرحة المباحة أو المباحة والحاجات دي، يعملوا ايه بقى؟ عادي جدا، عيش فرحتك زي ما انت، فرحتك في قلبك، تواصل مع الناس بالتليفون اللي ما تقدرش تروح تزورهم، واللي هتزورهم خد اجراءاتك الوقائية. احنا شعب، خلينا بس نبقى فاهمين، هيصعب علينا جدا ان احنا من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 نفضل قاعدين في البيت، نفضل قاعدين في البيت يعني. لا ده من بعد 5 بقى ان احنا نفضل قاعدين. لا ما هو ده اساسي. لا انا بتكلم في الفترة، انا بتكلم في الفترة المباح لينا ان احنا نخرج. صعب، هيبقى صعب جدا الناس. هتلاقي الموضوع الخروجات في حدود. فتعمل ايه؟ خد اجراءاتك الوقائية زي ما قلنا قبل كده، وهنفضل نقول خلي بالك، بلاش تكون مصدر لإيذاء نفسك او إيذاء الاخرين. صح. بس هتبدا تتزاور وتروح تزور الناس وبنيه كويسه حلوه قوي. تصدق وانت ماشي في طريقك، في ناس كتير قوي محتاجه اللي يساعدهم في اليوم ده. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبه وهو بيصلي العيد، ما هو احنا لازم نبقى فاهمين، احنا بنحول الطقوس او العبادات لطقوس خاصه بينا احنا نفسيا، بس هي ليها اهداف وليها حققها. لو ما عرفناش نعمل التجمع بسبب الظروف اللي احنا فيها السنه دي، حقق المقصد من التجمعات. المقصد من التجمعات النبي يتفقد الناس، والناس يتفقدوا بعض ويزوروا بعض ويشوفوا بعض. طب النهارده عندك التليفون، خلاص مش هنعرف نتقابل السنه دي الصبح في صلاه العيد، يبقى نتصل ببعض بالتليفونات بعد ما تخلص العيد، تصلي في العيد في بيتك انت واولادك، اتصلوا ببعض، سلموا على بعض، عيدوا على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان يحث الناس على الصدقه. ليه الصدقه؟ لانه مش عايز يبقى فيه فقير ولا يتيم ولا مسكين مكسور، فرحته مش موجوده او مكسور. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وبعدين شق الصفوف، وانتوا عارفين النساء بتبقى في اخر اخر صفوف المصلين. اخر صفوف المصلين، فشق الصف وشق الصفوف كده صلى الله عليه وسلم، ومشي هو سيدنا بلال الى ان وصل الى النساء، وقف. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يمازح أصحاب الأحوال الرقيقة وأصحاب القلوب يعني عايز أقول مش يعني قلوب حساسة شوية. فدايما النساء النبي كان بيستوصي بيهم لأنهم ضعاف الجناح، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ومزح مع النساء وقال لهم، طبعا الحديث المشهور، يا معشر النساء اتقين الله واكثرن من الصدقه فاني اريتكن اكثر اهل النار. يوم العيد ده اللي يخلينا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج هذا الكلام مخرج الممازحه للنساء، انه بيمازحهم في نفس الوقت بيقول لهم برضو خلوا بالكم من شويه صفات صعبه شويه عندكم. وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن، وربنا لا يحب اللعانين ولا اللعانات، فخفوا شويه من الحكايه دي. يلعن تيك مش عارف بلاش. وبعدين واكثرنا وتكفرنا العشير، يحسن الرجل فمش عارف ايه. هنا النبي بيقول لهم يوم العيد اكثرنا الصدقه. في روايه ثانيه انه خد سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه واتكأ عليه وقال لهن تصدقنا. قال عليهم يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات وبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا ياتين بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل انتن على العهد؟ فاجابت امراه نعم يا رسول الله. فقال اذا فتصدق، يلا كل واحده تتصدق. ف
كل اللي معاها خاتم واللي معاها حلق ومش عارف ايه. سيدنا بلال فرش يعني الجلباب كده، وهم القوا فيها التبرعات بتاعتهم، والنبي ينفقها على فقراء المهاجرين والانصار. إذن ده يوم ينفع نروح نتسبق فيه ويبقى عندنا فرحه. تخيل بقى فرحتك الحقيقيه اللي بتدوم معاك، هي فرحتك برضا ربنا سبحانه وتعالى عنك، هي فرحتك بانك تدخل البسمه على قلب مكسور. طب احنا ممكن نكمل كلامنا بس بعد الفاصل؟ ممكن. تمام، فاصل قصير ونرجع نكمل مع الداعيه تامر مطر وفضل الاحتفالات في ظل ظروف الكورونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الداعية تامر مطر، وبنتكلم عن فضل الاحتفال بالعيد وكيفية الاحتفال بالعيد بالطريقة اللي تخلينا مبسوطين وفي نفس الوقت ما نعملش أخطاء، مش كده؟ خلينا نبدأ طبعا احنا ينفع نصلي خلاص صلاة العيد في البيت، تمام. والموضوع بقى يعني ده هيحسسنا بحاجة انه الدنيا تمام ولا لسه في حاجة ناقصة، ونفرح ازاي؟ ما هي الصلاة دي الصبح منسك من المناسك المهمة. أهم حاجة في العيد الصلاة والتكبيرات الصبح. هو احنا ليه مش عايزين نفهم إن احنا في وضع استثنائي؟ يعني أنا مش عارف واحنا يعني أنت ليه مش عايز تحس إن أنت في وضع استثنائي؟ كلمني على السن، أنا الجمهور ده، أنا أيوة، أنا موافق. أنت ليه مش عايز تفهم إن أنت في وضع استثنائي؟ يا اخي مش عايزه اخسر الاحساس بتاع عايزه تستوعب فكره ان هم اتحرموا من حاجه بيحبوها ومتعودين عليها طول عمرهم، علشان يعرفوا قيمه النعم اللي كانوا عايشين فيها. طب هقول لحضرتك حاجه، هو انا لو اتشالت من عندي حلاوه العباده؟ لا، هي ما تعتبرش حلاوه العباده. في ناس تقول لك اللمه والعدد الكتير بيدينا حلاوه وبيدينا ان احنا مع بعض ومش يعني الناس بتتكلم، وانا اقول لك ايه حلاوه. لا بس انا مش مع الراي ده طبعا، لان انا اقدر اعمل ادي عباداتي وانا بصلي في البيت وبقرا قران في البيت وبعمل كل حاجه. هقول لك على حاجه، الناس عندها، انا مش عايز ادخل بس بعمق في الموضوع ده عشان ما ازعلش الناس مني، بس احنا عندنا وعي مغشوش. بمعنى نفسر، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انهي صلاه؟ صلاة الجهر ولا صلاة السر؟ احنا عندنا خمس صلوات في اليوم، ظهر عصر صلوات سرية، مغرب عشاء فجر صلوات جهرية. انت بتخشع في انهي صلاة من دول؟ انت غالبا بتخشع لما تروح تصلي ورا امام صوته حلو، تمام؟ وغالبا ده ما بيحصلش في الايام العادية، بيحصل في التراويح، صح؟ ده اسمه خشوع مزيف. بنحب المكاشفة احنا، بنحبها جدا الحقيقه. محدش هيتفرج عليك تاني اللي انا بقوله. ليه هيزعلوا؟ لا بالعكس، بس احنا لازم نعرفهم لما برضه. ربنا قال لك بقى في صلاتهم، قال لك يا صلاتهم دي يقصد بيها صلاه التراويح بس ولا كل الصلاه؟ كل الصلوات. لو ما حسيتش ربنا في صلاه الظهر زي ما بتحسوا ورا الشيخ ابو صوت ومقامات وحاجه رايقه وجميله قوي، وما حسيتش ربنا في الظهر والعصر زي ما بتحسوا في الصلاه، مفيش خشوع، ده خشوع مزيف. انت وهمت نفسك، انت كل اللي حركك هو طربك لصوته، فده احدث عندك نوع من خشوع العاطفي مش خشوع القلب. لكن الطبيعي انك لما تسمع القرآن الكريم وتتدبر آياته في العادي في العموم، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، حتى وانت اللي بتقرأ، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من إيه؟ من خشية الله، مش من حلاوة صوت اللي بيقرأ. ده بيساعد، بيساعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من سيدنا عبد الله بن مسعود، وقال من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. لكن مش عشان حلاوة الصوت بس، غضا طريا لأنه يخرج من قلب صاف سليم. فإذا أنت قرأت أو قرأ لك في أي وقت،
في صلاتك في الظهر في العصر في المغرب في العشاء مش عارف ايه، لابد ان تخشع في صلاتك. لما تعيش الحاله دي هو ده الخشوع الحقيقي. اما اللي بيحصل في التراويح فده ليه خلفيه، هو ده شيء كويس مش وحش 100%، بس هو اي جمال يضاف بنقبله، دي اسمها لمسه جماليه. ولذلك سيدنا عمر كان يقول لك ايه؟ يقول لك نعمه البدعه، البدعه هي نعم، البدعه هي صلاة التراويح لما اجتمعوا عليها، سيدنا أبي بن كعب اللي بيصلي قال لك إيه؟ وإنما ينامون عنه خير مما يقومون له. إيه بقى اللي بينامون عنه؟ صلاة القيام، قيام الليل. فلازم تحط كل حاجة في نصابها. أرجع لسؤالك، إيه فكرة إن إحنا بنحشد والجامع ومش عارف إيه؟ يا جماعة المسلمين قعدوا 13 سنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلون سراً، كل واحد بيصلي في بيته، وفترة لم تفرض فيها الصلاة، وعلى قول طبعا أنها فرضت من أول يوم بعث فيه رسول الله، لكن كانوا يصلون سرا وينزل فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيوه، وهم اللي ربنا قال عنهم بعد تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فاوعى تخلي اعتقاداتك الشخصية اللي قد تكون خطأ مفسدة لعبادتك. خلاص، صلاة العيد كان المقصود منها هو أن يجمع الناس وأن يتعارفوا وأن يتراحموا ويتزاوروا وأن الفرحة تبقى جماعية، لكن أنت في ظرف استثنائي. خلاص، يبقى طبيعي ان احنا نتعامل معاه لان هو ظرف استثنائي. يبقى التجمع في صلاة العيد ده ضد مبادئ الدين كمان. لا بالشكل اللي في المرحلة دي، في الظرف ده اللي هو ده لو تجمع هينتج عنه إصابة خلاص كل الناس. ما خلاص ده ما خلاص، دي يعني هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف قالوا هذا الكلام، فخلاص ده مفروغ منه. احنا مش بنتكلم في فكرة التجمع النهاردة، احنا بنتكلم في الناحية النفسية المرتبطة بفكرة التجمع. خلاص يا جماعة، انت في ظرف استثنائي، ارضى بما قسم الله، وصلاة العيد تصليها في بيتك، وعيش الأجواء بالمتاح لك. والفرحة الحقيقية زي ما قلت لحضرتك هي إنك تتصل، لو أنت بقى بتتكلم تتصل بخالتك أو بعمتك اللي بينك وبينها قطيعة بقالكوا سنتين ثلاثة، وتسلم عليها وتقول لها إزيك يا خالتي، كل سنة وأنت طيبة، معلش سامحينا مقصرين في حقك. تتصل بأختك، تتصل بحماتك، تتصل بولادك، يعني تتواصلوا وتتراحموا. وده المقصد من ان الناس يصلوا. ولذلك من سنه العيد انك تذهب من طريق وتعود من طريق، نزور جيراننا ببساطه شديده. الجيران بينهم جنب بعض وما بنشوفش بعض من بعيد. يا سلام عليكم، كل سنه طيبين ويمشي. ماشي، انا ما بقولش زيارات انه اعمل تجمعات، لا انا اقصد انه يعني راجعوا تاني جيراننا، نراجع بعض، نسلم على بعض، نتصل ببعض، نتواصل مع قرايبنا. يعني عندك 100,000 طريقة انك تقدر تعوض بيها جزء من اللي احنا فقدناه. لكن في فكرة انك لازم ما تحولش الحاجات الشعبوية الى انها تبقى حاجات اساسية في الدين والمعتقد. ده اللي انا عايز يعني اوصله للناس. ربنا سبحانه وتعالى حرمنا هذا العام من التجمعات، كبر ربنا في قلبك، ولتكبروا الله على ما هداكم. احنا اصلا واحنا رايحين بنكبر، احنا مش فاهمين احنا بنكبر ليه، بس احنا رايحين عشان الشله الناس كلها بتعمل كده. الشله لا خلاص، افهم بقى السنه دي، ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الى عبادته، الى الصوم والى الصلاه، وفتح لك باب التقوى، وها انت الان فتح لك باب الشكر. افتكر المعاني دي كلها وحققها في قلبك وانت بتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عيشها بقى في قلبك كده، وانك بتحمد ربنا وبتكبر ربنا على هذه الهدايه. طيب كويس قوي. طب بالنسبه للاطفال، يمكن الاطفال بيستنوا صلاه العيد عشان يروحوا مع اهاليهم يصلوا، وبتبقى فرحه فعلا وحاجه حلوه ان احنا نعودهم من صغرهم ان هم يروحوا الجامع ويصلوا صلاه العيد. دلوقتي ده مش موجود، ازاي الاباء والامهات يقدروا يعوضوا اولادهم عن الصلاه في الجامع ويحسوا بفرحه العيد وفرحه صلاه العيد؟
طب انا اعملها ازاي؟ طب لا يعني احنا نحاول نقنعهم ازاي او نقول لهم ايه الطقوس اللي ممكن نعملها في البيت عشان احسسهم بنفس، هم ممكن ما يبقوش عندهم الادراك او الوعي الكامل زي ما احنا مدركين. تمام. ممكن الوضع يطول شويه، فحاجه هم متعودين عليها يوقفوا. طيب الاول خلينا نشوف هم بالزبط. كانوا في الساحه او في المسجد احيانا كان يعني في بعض الناس بيعملوا لهم بلالين ويجيبوا لهم حاجات كرتون او شخصيات معينه، بيعملوا في ناس كانوا بيعملوا تنوره، يعني الحاجات دي لو نعرف نجيب شويه ادوات من اللي ممكن تفرح الولاد، عروسه من العرايس دي، ونعمل جو كده بلالين مش عارف ايه العيد. الجو ده مع صلاه العيد في البيت الصبح حاجه كويسه جدا، يعني الام تلعب دور والاب يلعب دور، الولاد يشاركوا جوه اللعبه، يعني اصنعوا جو من البهجه والفرحه جوه بيوتهم، ويصحوا بدري ويصلوا صلاه العيد جماعه طبعاً. برضو انا بتكلم بعد صلاه العيد اصنعوا بقى جو من البهجه والفرحه بس كده. في بعض العبوا مع بعض. الناس بيبقى عندها خلافات تراكميه لسنوات، يعني في ناس ممكن ناس تلاقي واحده ما بتكلمش اخوها 5 سنين و6 سنين للاسف، يعني دي حاجه بتضايق جدا، بس للاسف يعني هو احيانا بنلاقي الحاجات دي موجوده. هل يوم العيد مفروض ان انا ادرأ او اجب كل الخلافات دي بغض النظر عن مين معاه الحق او مين ما معهوش الحق، ربما يكون خلاف ليه جذور ايا كان، ايا كان الخلاف ينفع دي بالبساطه دي ولا بيبقى الموضوع لا محتاج شوف حدود؟ احنا عندنا مشكله ازدواجيه في المعايير او ازدواجيه في الافهام واحنا بنتعامل مع بعض. عمرو انت خدت مني الموبايل بتاعي او خدت مني فلوس وما رجعتليش الفلوس بتاعتي. انا على المستوى الشخصي بحبك تمام، بس انا عمرو عايز الحاجه بتاعتي، انت يا عمرو مش عايز تديني حاجتي وهي تحت ايدك، انت عندك صفه، انا اسف يعني عندك صفه انك اناني شويه، فانا بتخانق معاك عشان اخد الحاجه بتاعتي، بس مش معناها ان انا عايز انتقم منك انتقام شامل كامل بدمار شامل وافجر فيه قنبله نوويه، مش لازم. فاخ واخته عندهم مشكله مع الميراث، ايه علاقه ده بصله الرحم؟ ايه علاقه ده بصله الرحم؟ ما تكلم اختك هتروح ترفع عليك قضيه، ترفع عليك قضيه وتاخد حقها، ده حقها. أيوة بس هيكونوا رافعين قضيه على بعض ويسلموا على بعض، وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما هي ناس تاخدها بالطريقه دي، يعني انا رافع قضيه في المحكمه بقول لك عندنا ايه؟ عندنا ازدواجيه. ما هو في الاخر برضه هو ده اللي بيبوظ، اب وام اتطلقوا، زوج وزوجه اتطلقوا وعندهم ولادهم، انتوا هتتعاملوا مع بعض غصب عنكم. هيتعامل معاهم. فانتوا من البدايه نفوسكم ما سمحتش انكم تدوا الحقوق لبعض. طيب ولادكم في النص هيجبروك ان انتوا تتعاملوا، لو مش السنه دي السنه الجايه، لو مش السنه الجايه بعد 5 سنين، لو مش بعد 5 سنين لما البنت تتجوز والواد يروح يخطب كده كده هيتعامل مع بعض. فرفعتوا قواضي خلاص المحكمه هتحكم فيه، سيبوا بقى المحكمه تحكم والخلافات بينكم تتصفى، وخليكم بني ادمين مسلمين مسالمين مؤمنين متحابين في حته ثانيه. بس انت مش قادر، انت بتقول لا انا دي بتاعتي وانا بقول لك لا دي بتاعتي، طب خلاص حد يفصل بيننا. مش ببساطه شديده ممكن ده يحصل؟ انت بتقول لي دي بتاعت الموبايل ده بتاعي، لا والله يا عمرو ده بتاعي، طب نجيب نوران تحكم بقى في النص. فتيجي في النص تحكم، هنا انا وانت ما تخاصمناش، خصومه الالداء ان كل واحد فينا عايز ينتقم ويبيد التاني. لا يا جماعه لا، ليه الخصومات العاديه اللي ما بيننا دي والمشاكل العاديه اللي ما بين الناس وحاجات مش عارف بسيطه في الورث على الموبايل زي ما انت قلت قال لنا ايه؟ قل لعبادي يقولوا التي هي احسن من البدايه، ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان قاعد مستني عمرو بس يفكر فيها تفكير مش حلو ويروح مغذي، انا افكر في طريقه يروح مزود. ولذلك سيدنا يوسف قال له ايه؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هو الاساس نزغ الشيطان. حلو، يبقى انا اكون شاطر واسلم نفسي لربنا ولا اسلم نفسي للشيطان؟ خلي بالي بقى من الشيطان انه محتاج التكه دي. فيوم العيد تغلب على التكه دي، رفع عليك قواضي وايه يعني؟ ما تحكم المحكمة، أنت صاحب حق ولا صاحب باطل؟ خلي بالك مش هيقف في الموضوع ده غير صاحب الباطل. مش هيتضايق قوي غير اللي هو عنده، لا يا عم عادي، ارفع في اعمل شكوى وارفع قضية واعمل كل اللي عندك. القاضي هيحكم بالعدل وبالحق بيني وبينك.
وحتى لو انت قدرت تضلله في ربنا يوم القيامه هيرجع لكل واحد حقه، بس تعالى نتعامل مع بعض معامله ما ناخدش ذنبين، ان احنا تشاحنا وان احنا تدابرنا، وذنب ان احنا تقطعت بيننا الارحام. ليه نقطع الارحام بيننا وبين بعض؟ خلي دي سكه وخلي دي سكه. ده كلام مثالي شويه وقد لا يصل اليه بعض الناس، ولكن انت مامور ان انت تجاهد نفسك وان انت تقاومها وان انت تدفع عنك كيد الشيطان وان انت تتغلب على وسوسه الشيطان، والا تبقى خلاص انت استسلمت وفشلت في الحتتين، قطعت الارحام وفشلت في انك يعني تقاوم شيطانك وتقاوم نفسك الاماره بالسوء. يوم العيد انسى كل اللي فات، اتصل بقرايبك، تسامح وطلع السماحه من جوه قلبك، اعفو ناس حتى مع المؤذين اصحاب الاذى اللي بياذوا من حولهم، قبل المسلمين بيؤذوا. قبل المسلمين قبل المسلمين. ويعني في بعض الناس ممن يعني على المستوى الشخصي يعني ظلموني في امور، فجئت في ليله من الليالي التي اعرف ان الله عز وجل، هي ليله النصف من شعبان، يعني الله عز وجل يقدر فيها اقوات العيال، ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم. فجلست بيني وبين نفسي اصفي نفسي واسالها: هل تستطيعين العفو عمن ظلم؟ ربنا بيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تقدر تعمل ده؟ اعتقد ان الموضوع بسيط، هي اصعب حاجه فيها فكره ان الشخص مستمر الاذيه. بالمناسبه الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، وبالمناسبه لازم تبقى صادق مع نفسك من جوه. صح، بس ده ثوابه اكبر ان انا اسامح اللي يؤذيني، ده ثوابه اكبر بكتير. انت لن تذوق العفو، كيف يذوق العفو قلب لم يعرف طعمه؟ انت اصلا من جواك ما عندكش عفو، فعايز ربنا يعفو عنك ليه؟ هو يوم القيامة لما يجوا الاثنين المتظالمين، واحد ظلم واحد وبيقول له: يا رب إن عبدك هذا ظلمني، فيقول له: يا عبدي انظر إلى هذا القصر في الجنة. فينظر فإذا بقصر منيف وشيء جميل، يا رب لمن هذا القصر؟ لمن ملك الثمن. وما الثمن يا رب؟ قال: أن تعفو عمن ظلم، أن تعفو عن أخيه. يقول: يا رب عفوت عنه. يقول له: خذ بيد أخيك وادخلها إلى الجنة. ببساطة كده، ما ربنا عايزك تعفو علشان هو يعفو، فلازم تتحقق باسم الله العفو انت من جواك. فدي حته اعملها، قاوم نفسك، ولما توصل لمرحله انك خلاص عارف ان في رب وفوضته في امر وافوض امري الى الله، خلاص خلي قلبك بقى بعيد عن كل هذه الامور، واشغل قلبك فقط بالله سبحانه وتعالى. ما تخليش قلبك يتمكن منه سواد الظلم او سواد الحقد او سواد حب الانتقام، لان دي كلها حاجات والعياذ بالله تحول بين المرء وبين الله عز وجل. وقتنا خلص، نشكرك جدا. شكرا جزيلا. بشكركم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. بس هي كده الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه. ميرسي يا نوران. شكرا جزيلا، نورتنا جدا. في الاول وفي الاخر دي ايام جميله، وربنا يجعل ايامنا يا رب كلها اعياد ورحمه ومسامحه وعفو. يعني نشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.